باشا على تسجيل دخول يعني ايه؟ الحمية روكي. العيال مرحبا بك، انت ما شاء الله توني قايم. وين رايح؟ والله هذا الشيء ما يخصك. ما يخصك. اروح ارحب الدين والبيدي. تحب تعرف كل شيء، وين هو، وين رايح، وين جاي؟ الشيء 2013 ايه ميزانية معيرية حابو ولد 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 جائزة عبد العزيز انت عبد الحمد تستحق ما ستاخذ فلوس ولا والسلام كل عمر مش ولد 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 يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا على 60 صفا الفوز معروف ابشر ان شاء الله وصلنا وسلك بالرابط. صاير معك ازمه. ايش رايك في ذمتك، رجال ولا ما رجال؟ في ذمتك؟ شفتني من بعيد تحس اني رجال؟ معك عزمه خلاص. ايش صاحي؟ الواحد يكون مع عزمه عشان تسافر يصير سنين. لا لا. انت الحين ختمت كلش. ترى معي فراش بعد، تبي ترقد؟ لا لا خلاص تبعنا والله. قلت يعني قلت معي شد سفري. طب طيبك طب طيبك دحومي. يا ترى طالع عندي صفر، ما ادري كم في البيت. في معرض الحفر، تعال احنا رايحين الحفر باذن الله مشاركين في معرض العطور. ولد 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 حور الباطن عندنا معرض العطور. كيف نشك؟ صدق صدق ما عندك بركات؟ لا والله شيء ما عندي بركات. هذا النجاح ايش سوي؟ لازم تعدي. مرحبا من بهاد. بعلمك يا فهود بسموذة رايح حفر. جماعة ويا اللي تلعب ذا مالت اللي أمي ولا ويلي 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 وي
لو سألت عن صالوني الكل رح يقول لك سالحش. إيه بإذن الله بإذن الله إحنا رايحين لحفر الباط. ماذا الطريق يبدأ بكرة بعد المغرب نشوفكم في حفر الباط. برسلكم الموقع نتقابل هناك. عند الباب. إيه خلكم متليمين لين أجي. يا البرتقالة لذة في حالة يا البرتقالة معلقة وتسهيل معلقة وتسهيل عبرت حالة عبرت حالة كيف؟ كذا ايوه اضرب اصابعي كذا لا هذه بس هذه اضغط عليها؟ لا اسحب اسحب لا بس 4 ايام كذا اصابعي الثلاث دي لزقها في بعض خلاص وهذه؟ لا نزع عليها كذا قبل تسوي هذه؟ لا شوف كذا كذا شفت الثلاث محمد تاخذ كذا كذا انت تدخل صابعك في لا تدخل صابعك في بعض في ضيبه عندك ضيبه هذا اللي تحت كذا هذه تضغط على كذا شيء تركز في مسكه يدي ركز فيها ركزت ايه ولد انت هذا ذاك ولد ولد والله انك ما تب سهل خفيف خفيف ترى حسك سكري كلها من الدواوي نبه ما في يعني اصوات ثانيه لا كلها من اليد والله تطير تخرب شوي حتى والله حتى والله ما ايش اقول لك انا اعرف زي كيف تعرف انت يدك التندين طرقيه ما عندنا على طرقيه عدمت حالة اتوقع انه بنوقف لا تكفى ما داني الصباط لي زي كذا قريب احنا بس احنا ما ادري لنا فيه كم بقى على الحفر؟ باقي ربع ساعة ربع ساعة ان شاء الله
لا عاد حط شراخ في واحد في كلام مصر. ليه؟ ما انت بتقول اليوم احنا نبي التريوم بالتكتك مجازة خلها مجازة. تقلق اليوم بالبل نحاول نحط مش تبعوني البث واضح اتصل السلام الله يسلمك البث واضح لا يعني واضح خلاص همشي سبسون اذا تكون احط مشرف نزلوا عندي 92 اسد ساعد 92 اسد انت ضريت عزيزي المتابع انت ضريت والله انك ضريت كل ما قلت شيء قلت انا يلب بقلبك تعال تعال حبني يا ابوك تعال 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 يلب بقلبك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك انا اللي اخطيت انا والله اللي اخطيت اذا في خطا صدق ترى مني اعطيت دلعتك دلعتك يلبي تكفي بهاج تكفي بهاج شو الحركه الفلانيه مع فلان الفلاني واجيك عدي انا مع فلان الفلاني عشان شلكم العيش الله يقطع الحاجه ومشي بلا مشى تكفى بهج كل النشيده الفلانيه تكفى تكفى بروح اسويها يا بهج الحين ظل انا خلاص ما عاد عندي خلاص الله يقطع ما عاد ابيها شورت بتروح انقلع خلاص ما عاد عندي تعبت تعبت انا تعبت 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 ممكن تعب ملعون جدا كل شيء انا اعطيكم جوكم فلان قال في فلان قال في فلان لا انا تبون مشرفين نزل عندي 30 اسد اذا تبون واذا ما تبون كيف 20 ابو سالم في البث ابو سالم يا رجال بخص ابشر سم سم طال عمرك اضرب سم ابو سالم مسعود في البث شهر لا هذا حقت حسن بيبسي جاكم خليت بقلي خلني اروح اتقى جاكم سلمة لا يمكن الاتصال به الان ترجى معاملة الاتصال في وقت لاحق وين اللي يقولون يهتمون فيك أكثر من أخوك؟ هذا تصدقت ايه ارحب يا ابو سعد ارحب يا مسعود والله اني صادق ارحب يا ابن شعبول نزل لي اسدك يا مسعود عشان الثنائية من اجل الثنائية الغير موفقة ما غيره بالمسير وفاصل امبارح يا طوقي الخط لو خطوطي الا ما قدرت ربك الدور غيره بعد
خليني ادعي ادعي عنك مروس خلنا ماني بعجزه والله ماني بعجزه يا اخي ايش قلت يا طيبتي؟ قول وش اللي اشهرك؟ وش اللي اشهرك؟ طيبتي يوم ما جاد امي جاد امي قلت وش في وجهك راح كذا ما عاد تشوف طيبتي يا عبد انت ابو قلب ابيض انت اللي ما تلف ما الف أنت بنية طيبة أنت اللي الطير ياكل عشاك إيش معنى هذه؟ يعني أنك طيب زيادة كيف تعطي أنت أحب أعطي أحب ما شاء الله ما أدمع عذرك ما يجيب في حاجة كذا لها فلوس واجد لا لا ما 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 بند ما بند والله الحمد لله ليه عندك دي شكلها؟ حاجة بسيطة حاجة بسيطة ايه عارف عارف الحركات هذه قد واجهت ناس مثلهم واجد ايه انا حاجة بسيطة يعني انا واجد والله قد مروا علي نفسك بس انت خطريت الحمد لله انت خطريت؟ انا تخطريت واجد والله تخطريت واجد بس يلا انا تخطريت وانا ما لي تخطري كم مرة؟ واجد بس انا ما كان لي تخطري بس لي تخطري بطل قلبك طيب ابيض حنون انت شخصيه طيبه جدا كيف تخطري والله هذا شيء ما يخصك نتمنى انه يتخطر مع الصوت مبشر لي برجال تراب خشب ترى يا المفروض ما تلقى ايه
الدار واللي ساكن الديره. اي والله ينوي والله الكلام والله انك صادق ازم على الانسان. صغر خشب ها؟ لا ما خشب مرة خلاص. طيب حلو، هذا صوت وش تبي صوت؟ أنا بس أقول الحمد لله النعم الله الحمد لله. بعض الناس ما عنده خشب صح. سخافة والله إنك صادق سخيفي. فأما اليتيمة فلا تقهر. لا إله إلا الله محمد. والله إني صدق قهروني بنفسي. أوه أنا موجود. طلع مطلعك سيدة كذا أنا روح. طر اليتيم تكفر. ما في دش هنيا، مو بدش يعني ادخل كويتي، لا دش ابي اتروش عشان ابكي تحت الماء. ما في بحر اغوص تحت وامسي. اخاف تغوص ما تطلع انك سباح ما شاء الله. شعدني حبوب الجيك واليوم جيت الجيك. الله صح والله صح والله كلام. أهم شيء الأخلاق، خلقة الأراضي والسماوات بطباق، تاسع على وادم طبقة من طبقها. فلا دمي لولا المكارم والأخلاق كان حنظرة من عرقها لورقها. والله حنظرة حتى الحمار ما يأكلها. والله ما يأكلها حتى الحمار. يشوف يسمع تخيل حتى الحمار يجي يطالع فيك كذا يقول والله ما اجلس يروح علي نفس. تخيل حمار يجيك طالع فيك كذا يقول والله ما اجلس والله ما احبك يروح. الحمد لله ولد من اول قديم كنا نروح ايام كان يعني يجينا حياه انتخاب من الحياه. نعم. عام 36 نعم تذكره؟ نعم 31 عام 31 وعام 36 والله يا رياجي والله ولا لكم دين علي. يا الباطن انها كانها في اوروبا جنه خضراء اقسم بالله. حتى حوش بيتنا كله خضر. جانا مطره مستحيل ننساها. تذكر الله يرحم مات فيها ابن ضف. هي الاقوى. هي عام كم؟ 30. لا هي 30 ناصر. اي موضوع ما اكله يمكن 33 31 30 26 الليل. تذكر؟ شهر شهر كامل شهر كامل المطر ما يوقف. كان جانا سيو لو تكتبونها وتداومون. لا ما داومنا يمكن غبنا اسبوع. لا تكتبونها باليوتيوب تضركم يا ناصر. متأكد انها 30؟ نعم. بعد 30 كنا ورعان. اقول ليه الحين انت كبرت؟ اي والله كبر. كم؟ عام 30 قبل كم سنة؟ انت صاحي؟ قبل 14 سنة. انت سجل مو ب 30 مال كلوة. سجل عام 6 يمكن 6 اصبر دقيقة. عام 37 جانا يوم ظهر يوم ربيع ظهر. انت تتكلم عن الله. تروح فيها في السير الرجال الشيد.
ايه يوم ربيع ظهر تذكر؟ نعم تذكره؟ مطره ثانيه هذيك يوم ان الباطن كل ابوه نافع في الخندق. ارحب ذا منو؟ منو صديقي ذا؟ منو صديقي ذا؟ 37 تكفى صديقي ذا من هو؟ من هو هذا صديقي؟ يا مرحبا بي ام بيض الله وجهك يا لبى قلبي بي ام دبليو تعال حب لي تعال تعال حب لي تعال تعال عيال جانا شو اسمها؟ جانا مطر والله اني اذكر والله ما انساها كان جانا الدفاع المدني الساعة 9 في الليل الساعة 9 صبح ويمشي في الباطن بالجهاز يقول شو اسمه بالميدان تحذير اظهروا للبر اظهروا للبر لحد يجلس لحد يجلس اظهروا للبر اظهروا للبر المشكلة احنا في البر وعود وش ال وش اسمه والله اني ما انساه واخذ امي وناخذ طال عمرك اغراضنا وناخذ عزبتنا ذيك الحين احنا ورعان ذيك الحين احنا صار مانا كبار تدق امي تقول دق على وش اسمها ولد عمك ولد عمي وش اسمها ماخذن اختي دق عليها اقول يا ولد امي تقول وش اسمها جيب المرة والرعاون تعالونا قال لي يا ولد الله يستر عليكم احنا في الدور الرابع عادي امورنا زينه الله يستر عليكم دق علي اخوي يا ولد اخذ العجوز ونحاشوا خذ العجوز ونحاشوا واخذ امي واطلع العماني ماخذين ورعاونهم والهم واخذ امي يسعد خوك كيف من وين اروح؟ قد امك روح شوف لنا جبل ولا عدامه ولا والله العظيم تذكر مخلق عندنا يعرفون مخنق؟ ما ادري والله كلهم مخنق تعرفون مخنق؟ هذا برا احنا ما احنا في البر نفسه بس هو في المخنق يعني طعس كبير طعس كبير والله العظيم يوم جيت هذا الجماعه ابني يسعد كل اللي بورعانه والعوايا كني امشي انا كذا ورع يتيم مسكين امشي كذا كني لاجب اتفرج كذا ادور على ضويحي وين الذوق ما كلنا الجماعه يا الباطل كلنا الباطل بس اني انا امشي كذا اسعد اخوي وراي كذا كذا اسعد اخوي كذا يمشي خشمه يصب عيونه فيها غمص وادور انا كذا الذوبه وين هل هذول الذوبه العائله الفلانيه الوعلان السمرين انا ادور الضويح اجي عند عيال عمي الضويح اقول السلام عليكم انتوا الضويحي قالوا لا انا ولدكم انا ولدكم لا تخلوني انا ولدكم اللي هو سالم سالم نوار ايه انا ولدكم قالوا لا من عارفك من عارف صار ايه ما عاد فيه يا انا ولدكم لا تخلوني امي راحت مع شو اسمه هلا جماعه انا واخوي ايتام قالوا ما نقدر ما نقدر زي يعني زي التايتنك دراما ما مقلد يا سلام عليك يا شيد 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 كنت معنا انت يا يما انقذيني قالت امي روح للضويح ينفعونك خوالي كان خالي هذا قمام ملعون خالي يا يغال اروح يا سالم يا امي قالوا ما في ما نروس
احنا لو طلعناك بموت معك، انت لازم تموت. وش اللي سوته هنا؟ الله 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 الله. بيطلع الواو من بين الصفوف من عائلتهم العلا كذا، قال بيديه كذا، بهاج المؤثر بعد 13 سنة. أنا لي نظرة، أنت زي سوبرمان، حرام تموت. هو كذا كان عنده نظرة، عنده بعد نظر، بهاج أنت لازم تعيش. وانقبري الواو البيضاء وجهه. بس الله يسلمك، صدقني الحياة كانت صعبة، تحسبني مثلك. يعني انت انت متروي، احنا قطعنا احنا السالفة من وين؟ والله يعني بعلمك بعدين، بعدين اعرف الشيء. اجلي على شاهد بعد هذه الايام، اجلي على حالها ولا على حالي، اجلي على حالها يا اخوي. تراني داشر، إذا رحت خذوني معكم. لكن من واحد مثل غنادني، لازلت أحبه وبحبه ولا بالي، لازلت أحبه وبحبه ولا بالي. يوم الغضب بقدرة سلامه، صوته العال سعد الشريف. خلوني يا سجع الموضوع، ولا الغلا والله يبين، والله لا يقول انت غالب اقدم لاقدم والخمسي. نعم ونعم ونعم، ولا غلا والله يبين. يا ولد هذا سعد الشيري ولا من هو؟ إذا قالوا اسكت اسكت راح حتى ارجع لك. ما يقدر يعلم سيارة جوجو يلبى قلبه.
في السيارة عادي خذ راحتك. بس يدل الجو اصبر. ابو علي. سلام ابو علي. سلام ابو علي. شلونك؟ الله يعافيك. في شيء يا ولد؟ في وشو؟ في شيء ولا ينقصك شيء؟ هسه هذه فداك، ليه ظلت شيء؟ كلامك كله، انا والله ما ادري الساعة بس كاني شفت التغريدة في التويتر ما ادري ايش قلت. جو. قلت؟ ما ادري بس عادي شيء مطروح ما ادري. مضبوط تبي انت ينقص عليك من الدنيا شيء؟ مولك 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 الله يحيي باك. كيف الحال؟ انت فاتح بث. تعال جاكو هني في جاكو بنتي ابو علي في جاكو في ذمتك. انا ما جاني الا رسيمر يلعبك صدق السيارة هناك خوصي هسا تعال وراك والله زي خطه انا شو اسمه تبث جاكو. أنا في سيارة ما أقدر أبث إلا في جاكو. ما أقدر يا بعد. باند. تعال على الجوجو، إيش رأيك؟ يلا أبشر أبشر أدق عليه، تبث خليني أدق عليهم ذا الحين أقول هبوا لي أنا وسعد عايهم. يلا يلا هذا تعال. لا لا ما نطول انا ترى ساعة ساعة نص ساعة بطفي. خطأ بعدين اكلمك. انا ابث يا سعد ترى لا باقي داش توس. لا ما اقدر ما اقدر. تفضل عندك مشاهدات. لا. باجي امسى. رايح ل شو اسمها رايح لحفر الباطن ان شاء الله. بدي اخليك استانس معاكم شوي. فاصل ناخذ فاصل.
صدر فرح عاش الليل اللي كله جرى. أشوفك كل يوم واروح وأقول نظرات التروح عايشيها عشان عاش الليل كل جرى. صحيح نظرة من الآلاف هادش ولكن عذرنا الحاضر براعي الوقت والخاطر. وما دام النظر مشموح اشوفك كل يوم واروح حسب قدر الله. وما دام النظر مشموح يقول ودنا وصيني على الكتمان تبغى حبنا ما يبان. 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 يقول بدنا صح
يا السلام عليكم. السلام عليكم. ايش صار؟ ما ادري. حباني. السلام عليكم. يطفي. لا تقول كذا. أنا أدري إن الأمر هذا محسن. أدري. بس مو في يدي. بس مو في يدي، مو في يدي، ما أبغى عقدام، مو في يدي. أنا حاولت أحارب عشانك بس ما استطع. تعطيني ساعة بس لين أصل فلاح وخالي سالم وجيكم نفتح بيت. هذا الحين ما جوالي بيطي 9 ولا معنا شحن. بصيح. أدري أدري إنك بتصيح والله أدري أدري. أبكي أبكي. أنا أوعدكم بث للساعة 3 العصر. هذا وقلي ما قفلت في جوالي بيطي. أنا مضطرني أقفل ولا معنى شحن. شو أحمل وعد لكم صدام تبعوا. نشوفكم في حفر الباطن.